يسأل ويقول لي مال في إحدى الجهات الائتمانية، وهي تدفع لي مبلغا كربح عليه بعد فترة وأخرى، وأطعم أولادي وزوجتي من هذا المال، هل يجوز أو لا؟ هذا يتوقف على معرفة نوعية تعامل هذه الجهة، فإذا كان تعاملا مباحا فما تأخذه حلال، وأما إذا كان تعامل هذه الجهة محرما، التعامل بالربا والاستثمار الربوي أو بيع المواد المحرمة، أو بعبارة أشمل إذا كان كسب هذه الجهة يدخله شيء من الحرام أو كله حرام، فهذا المال الذي يعطونك حرام، ويجب عليك سحب رأس مالك واستثماره في جهة نظيفة.